الحمد لله أولاً وآخراً على نجاح هذه الصفقة. طبعاً هذه الصفقة حققت 3 أرقام قياسية، فهي أكبر إصدار صكوك رأسمالية أو سندات رأسمالية أو شريحة رأسمالية بالكويت بقيمة 750 مليون دولار. ثانياً أقل سعر للتكلفة تقريباً 3.6%، وثالثاً أقل هامش فوق سعر اليو اس تريجريز بحوالي 293 نقطة أساس فوق اليو اس تريجريز. بيت الكابيتال لعبت دور المنسق العالمي ومدير الإصدار لهذه الصفقة بجانب 5 بنوك عالمية وأقليمية ومحلية أخرى. حجم الاكتتاب وحجم الطلب على هذه الصكوك يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل وفي مجلس إدارته وفي إدارته. بداية نكون بيت الكابيتال شركة مملوكة بالكامل لبيت تمويل، وبيت تمويل من أول البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية في المنطقة. فبالتالي إصدار الصكوك يأتي تلقائياً مع اسم بيت التمويل. فبالتالي سوق الصكوك سوق نشط جداً، وأداة تمويلية واستثمارية تتنامى في المنطقة، حتى نشوف أن حكومات أجنبية تصدر صكوك كنوع من تنويع مصادر السيولة لها. على المستوى المحلي احنا شاركنا مؤخراً في صكوك الأهلي المتحد، على المستوى الإقليمي شاركنا في إدارة إصدار صكوك أرامكو، وعلى المستوى العالمي يعني شاركنا في إدارة إصدار صكوك خزانة في ماليزيا. كثير من المستثمرين في الفترة الأخيرة، من مستثمرين الأسهم أقصد، يستثمرون في الصكوك كنوع من تنويع المخاطر. فبالتالي أصبحت الصكوك أداة استثمارية مهمة في محافظ المستثمرين بشكل عام. والله احنا متفائلين بأن بورصة الكويت راح تطور النظام بحيث يستوعب إدراج صكوك مقومة بالدينار الكويتي، ونتمنى نشوف هذا بالقريب العاجل إن شاء الله.